مرحبا بكم من الكل في اخر نشراتنا الرياضيه، والبدايه من صفاقس ومن سوس. الماتش نتاع بطوله الاصاغر اللي جمع ما بين السي اس اس والاطوال البارح في صفاقس بعد البلاغ اللي كان اصدره فريق النجم الرياضي الساحلي، وتعرضوا لسرقه بعض امتعه البعثه نتاع فريق الاصاغر خلال مباراه النادي الرياضي صفاقسي. قال في البلاغ كونه يستنكر ما حصل وتمسك بالدفاع عن المنظوري بعد البلاغ هذايا. السي اس اس اصدر بدوره بيان تاسف فيه للاحداث اللي رافقت المباراه، شنو اللي صار بالضبط، واعتذار النادي الرياضي الصفاقسي على لسان محمد علي سحنون رئيس فرع الشبان بالسي اس اس اللي كان قدم اعتذار وقدم توضيحات حول الحادثه. نسمع تصريحه لزميلي فهمي البرهومي في ريكاب سبور اليوم. شو اول حاجه، النجم جال دارنا للنادي الرياضي الصفاقسي، دونك من هذا المنبر نحب نقدم اعتذار للنجم الرياضي الساحلي. انا جوست حبيت نوضح حاجه اللي اون فيت اللي صار راهو ما هوش له من جماهير النادي ولا اللي تبع في المقابله. السرقه صارت وقت المقابله تتلعب. اون فيت هما مجموعه من المنحرفين نقزوا في المركب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي وقاموا بسرقه بعض الاغراض من النجم الرياضي الساحلي. ونحب ناكد لك حاجه، اللي كون الجمهور متاع النادي الرياضي الصفاقسي تجند حتى لأخر العشوية وهو ومع الأمن اللي موجود، وتم القبض على المنحرفين هذوما وتم استرجاع أغراض متاع النجم الرياضي الصفاقسي. الناخب الوطني جلال القادري يعلن نهار الخميس هذايا نص نهار عن قائمة اللاعبين اللي بيتم دعوتهم للزوز مواجهات المواجهة المزدوجة ضد المنتخب الليبي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا الكوت ديفوار 2023 باش تلعب بطبيعة في 2024. مباريات الزوز كونتر ليبيا الأولى باش تلعب نهار 24 مارس في ملعب حمادي العقربي بيراتس، الثانية باش تلعب في ملعب شهداء بنينة في نهار 27 مارس. ومادام حكينا على المنتخب الليبي، المنتخب الليبي يبدا ستاج في تبرقه نهار 16 مارس، وتم دعوه لاعب الترجي الرياضي التونسي حمد الهوني باش يلتحق ببعثه الفريق مباشره بعد مباراه المريخ السوداني. أعلنت وسائل إعلام إسبانية اليوم كون السلطات القضائية قررت دعوة الزوز مدربين السابقين للبارسا، نحكيه لهنا على لويس إريكي وإرنستو فالفيردي، للتحقيق معهم الزوز والاستماع ليهم الزوز بوصفهم كانوا مدربين سابقين للبارسا في القضية الشهيرة لافير نيغريرا والمتعلقة بفساد ودفع أموال لمسؤولي التحكيم. مادام المصايب لا تأتي فرادة في البارسا، خبر آخر سيء لجماهير البلاوغرانا هو تعليق التسجيل متاع اللاعب جافي في صفوف البرسا. المحكمة كانت ألغات القرار هذا اليوم، والسبب هو كونه طلب جاء أورديلي خارج الأجل، ولكن حسب بعض وسائل إعلام إسبانية يمكن لجافي مواصلة اللعب مع البرسا بشرط وحيد، كون يلعب بنمره آخر مش بالنمره متاعه ومش بنمره 6. أعلن ميشيل بلاتيني اليوم في حوار مع آر إم سي في برنامج روتين سونفلام كونه لن يعود بأي شكل من الأشكال لكرة القدم. بلاتيني وفي سؤال حول إمكانية ترشحه لرئاسة الفيدراسيون فرانسيز دو فوتبول الاتحاد الفرنسي بعد استقالة نويل لجريت، قال قلتها في جويليا الماضي بعد تبرئتي من كل التهم كوني لن أعود لتحمل أي مسؤولية في أي مكان كان، وبالتالي لست مهتما برئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وقال لم أتحدث مع وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا في الموضوع هذايا. الليلة 11:20 دقيقة أونس جابر تلعب مباراة الدور 16 من دورة أنديان ويلز في الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب ضد التشيكية ماركيتا فاندروسوفا المصنفة 105 عالمين. مباراة هذه تتعدى على الروسبور على البيين 3 بين الثالثة بين سبورتس الثالثة عربية وبيين 5 ماكس بيور، يعني من غير حتى كومونتاتور، تتعدى في بدون تعليق في بين سبور ماكس 5. هذه المواجهة السادسة ما بين أونس جابر وفاندروسوفا. أونس جابر ربحت 3 مرات، فوندروسوفا ربحت مرتين، آخرهم كانت في جانفي الماضي في دورة أستراليا المفتوحة. نختم بالنتائج، خرج تونس في الدوري المصري جولة 21، بنك الأهلي فاز على بيراميدز 2-2، فخر الدين بن يوسف كان صاحب الهدف الوحيد لفريق بيراميدز في الدقيقة 70، هذا الهدف الثالث لي في الدوري المصري والتاسع في كل المسابقات. في إيطاليا الميلان متعادل مع سالرنيتانا هدف لهدف، هدف سالرنيتانا كان سجله منذ دقائق لاعب بولاي ديا، والميلان كان افتتح النتيجة في الوقت الإضافي من الشوط الأول 45+1 عن طريق أوليفي جيرو. مرة أخرى هدف بالرأس، هذا ثالث هدف بالرأس الموسم هذايا لأوليفي جيرو. أرقام مهمة برشا في المباراة هذه،
للمباراة رقم 15 على 18 اللي تلعبهم الميلان في سان سيرو، ويكون عدد الجماهير أكثر من 70,000. اليوم 72,000 مشجع موجودين في مدارج سان سيرو، وهكا المداخيل حتى لتوا 56 مليون يورو، مهمين برشا للميلان. رقم آخر زادة حقيقة مهم برشا، أول مرة من عام 94-95، من موسم 94-95 الموسم اللي بداوا يحسبوا فيه الانتصار 3 نقاط، لأول مرة الميلان يلعب بحداش ما فيهم حتى لاعب إيطالي. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا موزايكا فام بونيت. نخليكم توا مع إسماعيل وبقية الفريق في بنت لفام.